ريكورد من الكمبيوتر. طيب سو احنا النهارده هنتكلم على ويندوز ابلكيشنز. احنا خلصنا معظم الكونسبت بتاعت ال object oriented programming. عايزين تاني نتكلم على الفكره بتاعت ال ويندوز ابلكيشنز. هقول لك الاول الفكره بتاع ويندوز ابلكيشنز، بعد كده نبدا ب specific example موجود في سي شارب. الفكرة الجميلة بتاعت Windows Applications إن ال Windows Applications ما بتشتغلش زي ال Programs Traditional بتاعت ال Console. Okay? Program Traditions بتاع ال Console Instructions مترتبة من فوق لتحت، وأنت بتكتب كل يعني كل واحدة من ال Programs الموجودة عندك، أنت بتكتب ال Instructions بتاعتها من فوق لتحت بالتسلسل، بتعمل ال Operation بتاعتك وأنت بتنادي ال Function. الفانكشنز قصدي المختلفة، وده دي طريقة تشتغل فيها. بالنسبة لويندوز بروجرامينج أو جرافيكال يوزر انترفيس بروجرامينج إن جنرال، يعني لو البروجرام برضه الماك أو إس أو أي أوبريتنج سيستم مبنية على فكرة الجرافيكال يوزر انترفيس، الفكرة مختلفة شوية. الحاجة اللي بتدير البروجرامز أو بتمانج البروجرام اكسكيوشن هي الإيفنتس، الأحداث، الإيفنتس اللي بتحصل. لما اتكلم على events انا قصدي على graphical user interface events. events بتحصل على ال graphical user interface. زي ايه؟ ديك شويه examples ل events يعني عشان تبقى فاهم الدنيا شكلها ايه. an example of an event would be a mouse click. okay؟ لما click الماوس على حته في الشاشه that's an event. an example event would be a button click. انت تدوس على زرار من الزراير او من buttons الموجوده على ال user interface. An event would be to type into a text box. On the text box موجود في الشاشة، حتى بتكتب فيها text وبتكتب فيها ده event. لو اخترت item من menu، لو جيت على المنيو وعملت select file مثلا open، اخترت حاجة معينة من menu، that is an event. والفكرة بتاعت ال Windows programming and it's an infinite loop، it's a loop ماشي forever. في الكود هو بيعملها لك automatically in Visual Studio. جوه اللوب دي كل اللي بتعمله ان انت بتستنى بتسمع فور ايفنتس، بتعمل حاجه اسمها ايفنت ليسنر، بتلسن للايفنتس اللي موجود عندك. اول لما ايفنت معين يحصل اوتوماتيكلي السي شارب كومبايلر بينادي الايفنت هاندلر بتاعه. الايفنت هاندلر بتاعه هو فانكشن انت ربطه، انت عامل له بايندنج مع الايفنت. يعني لما يحصل ايفنت معين انت بتقول اوكي لو حصل ايفنت اكس واي زد لو سمحت نادي الفانكشن الفلانيه، والفانكشن دي اسمها ايفنت هاندلر. اوكي، والايفنت هاندلر دي ليها فورمات معين، الفورمات بتاعها معروف. الاول انا مش يعني احنا اكيد تعودنا مع بعض في الكورس مفيش حاجه بتتحفظ، فاحنا الاول هنشوف ازاي اوتوماتيكلي السي شارب بيجنريت ايفنت هاندلر لما انت تيجي تعمل ديزاين بتاعك، وبعدين هنشوف الفورمات بتاع الايفنت هاندلر بالطبع ده عشان نبتدي نكتب الايفنت هاندلرز بتاعتنا احنا الخاصه بينا. اوكي؟ As any good programmers, the first example اللي احنا نعمله is a hello world example. طيب الاول تعالى نشوف مع بعض، طبعا شايفين التالي ان شاء الله تكونوا شايفين ال Visual Studio قصادكم. What I've done is I've started a Windows Form application. You know, you have a file, new project, okay? My project is ready. I will now put a mouse Windows Form application. This is what I chose. And this is what we will do. And then, if you want to try something like that, we will use WPF. WPF is also a Windows Forms, but it's different. It's more complicated. Okay. طيب هنبتدي نعمل الديزاين بتاعنا زي ما اتفقت معاك انت. لو بسيط على السورس كود اهو ده السورس كود بتاع المين بروجرام بتاعي. السورس كود بتاع المين بروجرام بتاعي اول حاجه عملها بعد ما اعمل ليبلنج كل السيتنجز بتاعته شغل فورم 1. فورم 1 ده اسم الفورم ده اهو اسم الفورم ده. وجوه الكود بتاع فورم 1 what you will see is a set of functions which essentially does what we said. okay اهو ده الكلاس اللي اسمه فورم 1، دي الفانكشنز الموجوده فيها او الميثودز اللي موجوده فيها. طبعا الويندوز فورمز فورم ديزاينر جنريتد كود احنا مش بنكتبها بايدينا، ودي بتبقى الكود الاوتوماتيك اللي بيشغله الكمبيوتر عشان يلف على كل الايفنتس اللي موجوده ويبتدي يشوف اني ايفنت من الايفنتس حصل. طيب لو جينا على الناحيه الشمال هتلاقي هنا شويه حاجات سيرفر اكسبلورر
data sources really don't matter بالنسبه لي دلوقتي. What matters is in في النص دي tool box. شايف التول دكتور هو حضرتك الصوت قطع. انا اسف. وقفنا فين؟ ايه اللي قطعنا؟ ايه اللي قطع؟ عند التول بوكس يا دكتور. اوكي انا لسه ما قلتش حاجه. ما قلتش حاجه بعد التول بوكس يعني. لو رحت الناحيه الشمال احنا اسفين. لا يا حبيبي خالص خالص. لو رحنا الناحيه الشمالة شمالة رحنا الناحيه الشمال هنلاقي ايتم اسمه تول بوكس. شايف؟ اهو الايتم اسمه تول بوكس ده. تعالى نظبطه. الايتم اسمه تول بوكس ده في كل الاليمنتس اللي انت محتاج تحطها على الويندوز فورم بتاعتك. كل الايتمز اللي انت ممكن تحتاج تعملها يعني كل الاشكال اللي انت ممكن تعملها. شايف؟ لو انت بصيت في menus and toolbars في components في printing في dialog boxes في common windows forms components زي button, check box, label, list box. كل دي components المختلفة اللي انت ممكن تحطها على الديزاين بتاعك في الويندوز. والويندوز فورمز ابلكيشنز او ويندوز بروجرامنج عامه يوجوالي احنا بنستخدم الابروتش ان احنا بنسلكت الكومبوننتس او حطيت هنا بتن. اوكي وابتدي بعد كده دي كومبوننت من الكومبوننتس ممكن يحصل عليها ايفنتس. ابتدي لك اقول ايه الايفنتس اللي ممكن تحصل عليها وايه الفانكشنز اللي نديها لما تحصل. زي ما احنا اتكلمنا قبل كده كل حاجه في سي شارب عباره عن ايه يا شباب؟ كل حاجه في سي شارب عباره عن ايه؟ C sharp is an object oriented programming. يبقى كل حاجة فيها عبارة عن ايه؟ أنا زعلت. إيه ال basic programming unit بتاع ال object oriented programming؟ الوحدة الأساسية بتاعة البرمجة في ال object oriented programming هي ايه؟ في structured programming الوحدة الأساسية functions. في object oriented programming الوحدة الأساسية هي إيه؟ أنا مش هتحرك لغاية لما تقول. كنت بتقول يا دكتور؟ معلش الصوت كان عندي النت وحش. لا بقول مفيش مشكلة خالص. بقول لك الوحدة الأساسية في البرمجة في structured programming هي functions. ما هي الوحدة الأساسية في programming اللي موجوده في الاوبجكت اورينتد بروجرامنج لانجويج؟ الكومبوننت الاساسي بتاع البرمجه مش فانكشنز. ايه هو؟ كلاسز. الميثود. كلاسز جواها ميثودز. برافو عليك. بس هي الوحده الاساسيه كلاسز. تمام يا دكتور. ثانك يو. طيب ده معناه ايه يا شباب؟ معناها الفورم اللي انتم شايفينها قصادكم دي، الفورم اللي انتم شايفينها قصادكم دي، دي كلاس. البوتن اللي انا لسه حطيتها دلوقتي دي كلاس. وبدام الحاجات دي كلاسز يبقى جواها حاجتين. ايه هو ايه الحاجتين الموجودين جوا كلاس؟ محمد كان اوريدي قال واحده منهم اللي هي ميثودز. اوكي ايه غير الميثودز موجوده في كلاسز؟ الكلاس متكون من حاجتين، ميثودز وايه تاني؟ الكونستراكت. الستراكت از انت قلت ستراكت ولا انت قلت حاجه ثانيه يا محمد؟ كونستراكتور يا دكتور. Constructor. Okay. Constructor is a function. Constructor is a function. Thank you. شكراً على الإجابة دي. بس construction is a function. هي function من functions. إيه بالإضافة للfunctions؟ إيه بالإضافة للfunctions اللي اتكتب اللي هي return والكلام ده؟ في حاجة تانية بتتحط. فاهم. إيه بقى؟ أنت قلت حاجة يا محمد؟ أنا مش سامع كويس. لا ما قلتش. Okay. إيه تاني؟ طيب الكلاس اللي اسمه سيركل في ايه؟ كنا بنحط فيه مثلا الراديوس والاريا يا دكتور والبارامتر. برافو عليك. بعدين نبتدي ننادي عليه تحت بقى في الـ في المين كلاس بروجرام. برافو عليك يا محمد. انت قلت لي فيه الراديوس والاريا والبارامتر والبيريمتر. تمام. طب الاريا والبيريمتر دي حسبه ولا حاجه ثابته؟ المفروض حاجه ثابته. بس بنحسبها صح؟ بنحسبها. ايوه بنحسبها، بنعمل ريتيرن للفانكشن نفسها. يبقى دي فانكشن او ميثود صح كده يا محمد؟ تمام يا دكتور. طيب هل الراديوس قيمه ولا حسبه؟ قيمه ولا حسبه؟ يعني بتحسب قيمه الراديوس ولا بتتكتب فيها بتخزنها فيها؟ بتتكتب يا دكتور. بتتكتب المفروض. يعني ايه بقى؟
variable. بكتب الحسبة بتاعتها. يبقى variable. اه تمام. أو property والـ area والـ perimeter functions. دي مفهومة ولا لأ؟ تمام يا دكتور. طيب أنا ليه قلت لك الكلام ده؟ عشان عايز أقول لك إن البطن اللي موجود قصادك ده class. يبقى في حاجتين، في methods أو functions وفي properties variables. أوكي؟ مفهومة دي؟ تمام. تعال نشوف فين الـ functions بتاعت البطن دي وفين الـ variables بتاعت البطن دي. لو انت جيت على الناحيه اليمين شايف السولوشن اكسبلورر، شايفها سولوشن اكسبلورر تحت، انا عشان دوست على البوتن طلع لي هنا بروبرتيز بتاع البوتن، شايف؟ هتلاقي هنا تمام. حلو قوي، شايف هنا الزرار ده اللي فيه لايك اللي هو مش عارف ده اللي بيفك النوتس اللي موجوده في اللي هي دي لو انت بصيت على دي البروبرتيز، دي البروبرتيز يعني دي الفاريبلز. شايف كل اللي تحت ده؟ ده الـ variables اللي موجودة جوه الـ button. لو أنت بصيت تعال نشوف إيه اللي موجود عندي. عندي background color، background image لو أنت عايز الـ button يبقى عليه صورة عشان تدوس على صورة، background image layout، cursor default، appearance style، font بتاع التكست اللي موجود فيه. أوكي في حتة من الحاجات الموجودة فيها اسمها التكست، شايف التكست دي؟ التكست دي بتمثل ايه؟ التكست بتمثل الكلام المكتوب جوه. في التكست هنا مكتوب ايه قصاد التكست هنا في الحتة دي؟ ها؟ button 1 ده اسم الحاجة الموجودة. لو انت غيرت الحاجة الموجودة هنا ده variable، ال variable ده مباشرة هيغير الموجود في البطن. تعال نسميها press me اهو، سميتها press me. لو بصيت كده على البطن هتلاقي البطن دلوقتي اسمه ايه؟ press me. طيب اسمي الاسم كله غير. بالظبط بالظبط، عشان ال variable ده او ال property ده هو بي بي بيتحكم في الحاجة اللي ظاهرة على البطن. طيب في حاجات كتيرة طبعا موجودة منها enabled، إذا كان البطن ده enabled ولا لأ أو شايفها، ودي بوليان ترو يا فولس. لو خليتها ترو يبقى البطن شغال قابل للدوس عليه وما تدوسش عليه، لو كانت فولس البطن مش هيشتغل وهكذا. اوكي يهمني في المرحله اللي احنا فيها مش عارف يا رب ما اكونش بوظت حاجه من الحاجات الموجوده، بس الحاجات اللي تهمني دلوقتي هم حاجتين بصراحه، التكست والنيم. النيم بتاعه انا اطلعها لك اهي، النيم بتاعه نيم ده اسم، ده اسم الفاريبل ده جوه البروجرام. اوكي هو حاليا دلوقتي اسمه button 1 بس انا ممكن اسميه my button. اوكي خلي بالك ده اللي هو الاسم اللي هنا ده، الاسم my button ده هو مش بيأثر على حاجه في اليوزر انترفيس، مش بيأثر على حاجه اللي انت شايفها، ده اسم البتن ده، اسم الزرار ده جوه البروجرام، عشان لما تحب تريفير لي، لما تحب توصل لي البتن ده، البتن معين ده جوه البروجرام بتاعك تستخدم الاسم ده ماي بوتن، وتكتب الفانكشن اللي انت عايزها. طيب دي يعني ده النيم فاريبل يا دكتور صح؟ ده الفاريبل نيم، برافو عليك، ده الفاريبل نيم. هقولها لك تعال نشوفها مع بعض. انت لو جيت دلوقتي دخلت على اتفضل. الفورم بص بقى معايا، تحت اللي هي برايفت اهي، فينها 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 تحت البطن اهي، ما this my bottom dot name equal my bottom تحت يا دكتور، تحت انا مش عارف اوصل لها. المهم يعني دي my bottom اللي هي السطر ال 40 دي اهو. ايوه انت حضرتك مش شاور عليها. اوكي فده اسم، ده اسم، ده اسم الايه؟ الباتن بتاعك اللي موجود عندك. طيب تعالوا نشوف مع بعض. احنا طبعا يوجوالي ما بنلعبش في الكود ده، يعني الكود ده انا عامه ما باجيش ناحيته. اوكي هو اوتوماتيكلي جنريتد، حتى قايل لك هنا ويندوز فورم ديزاينر جنريتد كود، فخلاص انا هقفله كده عشان ده اوتوماتيكلي جنريتد ما بلعبش فيه. وهو شايف على فكره اهي برايفت سيستم ويندوز بوتن فورمز بوتن ماي بوتن، ده الزرار اللي انت عرفته دلوقتي، ده الفاريبل اللي انت لسه ما عرفته دلوقتي. طيب نرجع تاني للبوتنز، ده كان اسامي البروبرتيز او اسامي الفاريبلز اللي موجوده فيها. في عندك هنا شايف ال thunder lightning ده، اوكي دي الايفنتس اللي ممكن تحصل على
الايه على الماوس على البتن. لو انت فاكر انا كنت قلت لك ان ويندوز بروجرامنج هي عباره عن ايفنت هاندلنج، ان انت بتايدنتيفاي الايفنتس اللي ممكن تحصل، ولكل ايفنت من ايفنتس بتكتب فانكشن. فور اكزامبل عندك فانكشن اسمها كليك او ايفنت اسمها كليك، ده الايفنت اللي هنا بتكتب هنا اسم الفانكشن اللي بيتم لو انت دوست على الزرار ده، عملت كليك عليه دي الفانكشن تشتغل. ماوس كليك لو انت دوست عليه بالماوس، ودي الايفنتس الثانيه اللي ممكن تحصل. طيب تعال نشوف ازاي ممكن نكتب فانكشن. اول حاجه احنا عايزين نعملها، احنا عايزين لما ندوس على الزرار ده يحصل حاجه، فانا عايز اهندل الايفنت بتاع الكليك. فانا هستاذنك، هو في طريقتين. طريقه بندبل كليك على الزرار فاوتوماتيكلي بيجنريت الهاندلر بتاعها، او طريقه تانية انا بكتب الفانكشن بايديا. دلوقتي احنا لسه بنتعلم، فانا هوريك ازاي تكتب الفانكشن، تعمل الفانكشن اوتوماتيكلي. شايف هدبل كليك على البطن. اول لما عملت دبل كليك على البطن عمل كرييشن، بص اهو برايفت فويد ماي بتن كليك اوبجكت سندر ايفنت ارجيومنتس. شايفها قصادك دي؟ دي الايفنت هاندلر بتاعي. حلو قوي. الاسم بتاع الفانكشن ده ممكن تخليه اي حاجه، ممكن تسميه كوكو واوا، ممكن تسميه اي اسم انت عايزه في حياتك. بس لازم يبقى برايفت فويد عشان يبقى ايفنت هاندلر. والبارامتر الاولاني اوبجكت سندر. فاكرين في الانهيرتنس لما قلت لك في البوليمورفيزم لو عندك شويه كلاسز تشايلد كلاسز ممكن تخزنهم في البيرنت اوبجكت، قلت لك دي الطريقه اللي بتعمل بيها جينيريك فانكشن. اوكي، الفيرب اللي اسمه اوبجكت ده او الكلاس اللي اسمه اوبجكت ده، ده البيرنت بتاع كل الكلاسز الموجوده في سي شارب. كل الكلاسز الموجوده في سي شارب بتنهرت من اوبجكت، فده معناها سندر ده ممكن يبقى نوعه اي حاجه على اساس ان ده جينيريك، صح؟ من بوليمورفيزم. حد مش فاهم الحته دي؟ طيب لا تمام. حلو قوي. طيب السندر ده بيمثل ايه يا شباب؟ السندر ده بيمثل الشيء اللي حصل عليه الايفنت، يعني في الحاله دي هيمثل الزرار ده. اوكي، هيمثل الزرار ده عشان الزرار ده هو اللي حصل عليه الايفنت. فالفانكشن الموجود عندي دي سندر بتمثل فيها الشيء اللي حصل عليه الايفنت. طب هو ليه دي موجوده؟ دي موجوده عشان انا ممكن يكون عندي كذا زرار مش زرار واحد، فانا لازم اعرف اني زرار من الزراير اتداس عليه. اوكي، فاذا اللي بيقول لي مين اتداس عليه او مين حصل عليه الايفنت هو السندر. طيب ده البارامتر الاولاني. طب البارامتر الثاني عباره عن ايه؟ ايفنت arguments. event arguments لو فيها اي معلومات اضافيه على الايفنت ده. فور اكزامبل ايه اللي ممكن تبقى معلومات اضافيه هنا على الكليك على كليك على البوتن؟ ممكن مثلا المعلومه الاضافيه، هل وانا بكليك انا دايس على شيفت في نفس الوقت ولا لا؟ عارف لما انت بتختار ملفات انت ممكن تعمل شيفت كليك 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 بيختار لك كذا حاجه في نفس الوقت. فالايفنت argument دي هتقول لي اي معلومات اضافيه، زي فور اكزامبل شيفت كان شغال، او فور اكزامبل هل انا عملت كليك بالرايت بوتن ولا عملت كليك بالليفت بوتن. اوكي، حلو. طيب تعال نشوف مع بعض a very simple example في program. دلوقتي احنا مش هندخل في اول حاجه، تبقى حاجه سهله ان شاء الله. نشوف ازاي ممكن نعرض على الشاشه كلمه hello world. اوكي، فهو انا كتبت مسج بوكس، دي الطريقه اللي بنديسبلاي حاجات فيها في ويندوز ابلكيشنز. دوت شو هلو وورلد. اوكي، دي ايه الفانكشن بتاعتي؟ اهو الفانكشن بتاعتي اللي هيحصل هنا لما ادوس على البوتن ده هيكتب هلو وورلد. تعال نرن الدنيا دي ونشوف شكلها ايه. انتوا مش هتشوفوا، انا مش هعمل شير سكرين، استنوا. اوكي، نيو شير سكرين. شايفين يا جماعه الشاشه دلوقتي شباب؟ لسه ما طلعش حاجه. لسه بيكمبايل. ده في ناس وقعت من ان هو ايه اللي حصل النهارده؟ ليه عددكم قليل قوي كده؟ هو
بيكمبايل، معلش سي شارب از فيري سلو انا عارف، او ماي كمبيوتر از فيري سلو. ان شاء الله هيفتح دلوقتي، بندي له الصح ويشغل الابلكيشن. اهي الابلكيشن، بصوا ادوس على بريس مي طلع لي ايه؟ هلو وورلد، شايفينها؟ تمام يا دكتور. مش كان ممكن يا دكتور نعمل مسج بوكس جوه الفورم ويطلع لي الاجابه؟ طبعا انت ممكن تحط، احسن يعني؟ طبعا ممكن تكون حطيت هنا تاكس بوكس توريها فيها. ودلوقتي انا مش بوريك المثال او ما بوريكش حاجه ليها معنى، انا بس بوريك ايه فكره الويندوز بروجرامنج. طب ايه هي فكره الويندوز بروجرامنج؟ بحط الانترفيس، بديزاين الانترفيس بالشكل اللي انا عايزه، بعدين احدد ايه هي الايفنتس، ايه هي الاحداث اللي انا عايز اعمل لها كنترول. هو المحاضره بتاعتنا المفروض تخلص امتى يا شباب؟ 10 ونص؟ 10 ونص. طيب كويس. 10 ونص. طيب كويس كويس. بحدد ايه الايفنتس اللي بتحصل عندي، ايه الحاجات اللي بتاثر فيا. هنا انا كنت عايز هاندل الايفنت بتاع كليك، عشان لما كليك على دي يطلع هالو وورلد. اوكي؟ فبعد كده عملت في اليوزر انترفيس بتاعي هنا اللي هو الديزاين ده، عملت دبل كليك على بريس مي وكتبت الكود اللي موجود عندي عشان يبتدي هاندل هالو وورلد. دي الفكره. اوكي؟ طيب خلي بالك انا ممكن اكتب كذا ايفنت هاندلر، بس لازم الايفنت هاندلر يتبع نفس الشكل اللي فوق، يعني برايفت فويد اي اسم في العالم. اول بارامتر اوبجكت سندر، ثاني بارامتر ايفنت ارجيومنت. هوريك مثال. شوف الاكزامبل ده، برايفت فويد هاها. طب انا ليه بكتب هاها؟ عشان اوريك الاسم doesn't matter at all. اي اسم انت عايز تعمله في حياتك اكتبه. اوبجكت لازم ده يبقى اوبجكت، سندر هو مش لازم يبقى اسمه سندر، بس اول بارامتر لازم ان هو اوبجكت، ممكن تسميه اكس. اوكي؟ تاني بارامتر لازم يبقى ايفنت ارجيومنتس، برضه اسم مش مهم، ممكن تسميه واي. المهم يبقوا اثنين بارامترز، واحد منهم الاوبجكت اللي هو الاولاني، الثاني منهم الايفنت ارجيومنتس. تعالى نكتب مسج بوكس هوريك، انا بوريك بس دلوقتي الدنيا شغاله ازاي. هندخل في ابلكيشن ليه معنى كمان شويه. شو this is another handler او event handler. اوكي اوكي يبقى انا كده دلوقتي عملت event handler تاني، يعني كان دلوقتي اتنين event handler، event handler اسمه my button click و event handler تاني اسمه هاها، شايفينهم؟ very good. طيب لو انت بصيت انت المفروض هنا هتلاقي ان في one reference لل this method has one reference عشان ده اتنادى مره واحده، وده has zero references عشان مش بستخدمه خالص. طيب ازاي ابتدي استخدمه؟ نرجع تاني للفورم ديزاين، هنرجع للفانكشنز. بص هنا في الكليك، شايف الاكشن اسمها كليك، ده كان البروبرتيز وده كانت الايفنتس. بص في الكليك دلوقتي المكتوب قصادها هنا ماي بوتن كليك، شايفها؟ يعني لما يحصل كليك على البوتن نادي الفانكشن اسمها ماي بوتن كليك. بص اللي هيحصل دلوقتي، شايف السهم اللي تحت ده اللي هو البوش البول داون بوتن ده، لو دوست عليها ظهرت كمان مين؟ اللي انت حضرتك عملتها ده بالظبط. دلوقتي انا عندي اوبشن تاني، انا ممكن اختار فانكشن تاني، وكل فانكشن هتكتبها بالفورمات اللي فات ده. ايه هو الفورمات؟ برايفت فويد، اي اسم انت عايزه. اول حاجه اوبجكت، تاني حاجه ايفنت ارجيومنت. اي فانكشن هتكتبها بتصبح ايفنت هاندلر، ولما تبقى ايفنت هاندلر هتظهر لك هنا للاختيار. لو انا اخترت هاها دلوقتي ده معناه ايه؟ انا قلت ايه للكومبايلر؟ انا قلت للكومبايلر لما تدوس على بريس مي نادي الفانكشن اللي اسمها ايه؟ هاها. ماشي؟ طيب لما انا نادي الفانكشن اسمها هاها ايه اللي هيحصل؟ هيطبع ايه على الشاشه؟ This is another event handler اللي انا كتبتها جوه، يعني مش هيقول hello world المره دي. تعال نشوف، معلش الكومبايلر takes time انا عارف. بص This is another event handler. فانت بتهاندل any event handler من event handlers بتاعتك هيتنادى لما تدوس على button y. مفهومه دي ولا لا؟ تمام. حلو قوي. ناخد the easiest example في الويندوز ابلكيشنز بروجرامينج، ناخد ازاي نعمل كالكوليتر بسيط قوي. غالبا هعمل الجزء الاولاني بتاعه بس، هنشوف مع بعض.
طيب تعال نشوف الكالكوليتر البسيط بيشتغل ازاي. اول حاجه الكالكوليتر فيه كام زرار؟ المفروض فيه 10 زراير بتاع الأرقام، 10 زراير صفر الارقام. لتسعة. برافو عليك. وبعدين في ايه تاني؟ في كمان ال ساعدني ربنا يساعدك، ال البلس والماينس. بلس والماينس والايكوال، صح؟ أيوه يعني او انا هعمل ديزاين دلوقتي الكالكوليتر عقيم شويه، انا مش ارتست. اوكي انتوا اكيد انت لا ارتست، أنا يمها ربنا يخليكم. اوكي اهو بحط ال 10 زراير بتاعت الارقام. اوكي يا عم اتحرك بقى، مش كده؟ اهو طبعا انت ممكن تعمل، انا بعمل كوبي بيست، انت ممكن تجيب على طول من التول بوكس، بس انا بعمل كوبي بيست عشان اسهل لي. انا مش عارف ليه الماوس بتاعي مش شغال. طيب اوكي ده الزيرو، وتعالى نعمل بلس وماينس. ونعمل equal to ونقفل على كده. طيب تعالوا نشوف بقى انا عايز اعمل ايه. خليك فاكر انا حطيت هنا 7 عشان بس هعمل شبه الكالكليتر. انت بصيت على الكالكليتر اللي عندك هتلاقي كده. بص انا لو انت خليك فاكر البروبرتي اللي بتغير التكست الموجود هي اسمها تكست، او لما تغير تكست بتغير حاجه. فانا لو وقفت عليها، انا وقفت على تكست، انا موجود في خانه تكست، اكتب اللي انا عايزه. الميزه بقى ان انا مش لازم كل مره ادوس على الزرار وارجع هنا. انت لو رحت على الزرار التاني، عشان انت كنت اخر مره واقف في تكست، انت لسه واقف في تكست. طيب ده معناه ايه؟ معناها ممكن تكتب الحاجه اللي انت عايزها على طول وتدوس انتر. انا عايز هنا 8، قول 8 انتر، هي بقت 8. 9 انتر، 4 انتر، 5 انتر، 6 انتر. بس عشان تعمل العمليه دي لازم اول مره تروح في البروبرتيز وتقف على تكست، يا اما هتغير حاجه تانيه. 1 انتر، 2 انتر، 3 انتر، نخلي دي بلس انتر، نخلي دي زيرو انتر، نخلي دي ماينس انتر، نخلي دي ايكوال. انتر معايا يا شباب؟ طيب ايه ناقص تاني في الكالكوليتر؟ ممتاز. ايه ناقص تاني في الكالكوليتر عندي عشان نعرف اشتغل؟ المسج بوكس. المسج بوكس او البوكس اللي هيبقى موجود فوق اسئلتك بنسميه تكست بوكس. اوكي او التكست بوكس ده، التكست بوكس اللي هيبان فيه الارقام بتاعتي ويبان فيه كل حاجه انا بحسبها. زي ما احنا اتفقنا مع بعض البروبرتيز بتاعته، تعال نروح للبروبرتيز. انا عايز اغير اسمه، اخلي اسمه ليه معنى. هو دلوقتي هيبقى اسمه تكست بوكس 1. تعال نروح لاسمه، فين اسمه؟ نيم اهو، شايف نيم اسمه تكست بوكس 1. لكن هو ده في النتيجه بتاعت العمليه الحسابيه بتاعتي، صح؟ فانا هسميه ماي ريزلت. اوكي ده الريزلت اللي هيتخزن فيه النتيجه. اوكي لغايه دلوقتي كل اللي احنا عملناه حطينا الفاريبلز او حطينا الباتنز بتاعتنا، وبعد ما حطينا الباتنز بتاعتنا حطينا التكست بوكس وسمينا التكست بوكس ماي ريزلتس. ايه هي الخطوه الثانيه في ويندوز بروجرامنج؟ الخطوه الثانيه في ويندوز بروجرامنج لما اوصل للمرحله دي ابتدي احدد ايه هي الايفنتس، الاحداث اللي هتحصل هنا، عشان لكل ايفنت هكتب واحد ايفنت هاندلر. ما هي الاحداث يا شباب؟ المفروض التكست بوكس ده هو اللي هيعمل شو، والبلس والماينس ده اللي هعمل بيه العمليات. صح مليون في المية. بس أنا بسألك ماله ده؟ ماله ده؟ ثانية واحدة، هو في حاجة حصلت. آه 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 آه.
مش وقته يبوظ لي دلوقتي. ما علينا، اوكي، يا دي المصيبة، كل اللي عملته راح. طيب هنعملها بسرعة تاني، معلش الفيجوال ستوديو ضرب مني، هنعملها بسرعة تاني، أنا آسف. أوكي، one two three four five six seven eight nine ten eleven. أوكي معلش، وهنرتبهم. مين يقول لي ايه هي الايفنتس المفروض تحصل دلوقتي وانا بشتغل كده؟ كان الايفنتس اللي كان المفروض تحصل ايه؟ ايه الاحداث؟ ازاي بتنتراكت مع الابلكيشن؟ اليوزر بيعمل ايه؟ بيدوس على ايه او ايه او ايه؟ يعني مثلا كل ما ادوس على رقم يكتب يروح كاتبه فوق في التكست بوكس. برافو عليك. يبقى اول ايفنت من الايفنتس الموجوده عندي هي الدوس على رقم، ولو حصل الايفنت ده زي ما الباشمهندس قال، اللي المفروض اعمله ان انا المفروض اخد يا رب، المفروض اخد الرقم واعرضه على التكست بوكس. يبقى ده اول ايفنت من الايفنتس اللي بتحصل عندي. ايه الايفنت الثانيه؟ بدوس على ايه تاني ممكن؟ الاوبريشن بقى اوبريشن. يبقى الايفنت الثاني ممكن يتم ادوس على اوبريشن. طب لو دوست على اوبريشن المفروض اعمل ايه؟ على ما انا بس اعرف. اعمل فانكشن بقى. هتعمل الفانكشن نفسها، هتنفذ الحاجه، بس طبعا انت لسه ما عندكش الرقم الثاني، فانت اللي ما هتعمل. هو بقى الريز اللي مكتوب في التكست بوكس الاولاني، وبعد كده بقى استقبل الحاجه اللي انا هعملها انت هتكتب اللي هو الاول، الرقم الثاني. انت اللي هتكتب الاول الرقم الاولاني، وانت بتكتبه اللي هيحصل انت هتخزنه فوق التكست بوكس زي الفل. والمره الثانيه لما تيجي تكتب الاوبريشن، بعد ما تكتب الاوبريشن بتاعتك، انت لازم تخزن الاوبريشن، عشان انت لسه ما عندكش مين الرقم التاني، لازم تخزنها. طب ليه لازم تخزنها؟ عشان بعد لما تقرا الرقم التاني تبتدي ايه؟ ها، تعمل الحسبه، صح؟ طيب ايه اللي هيقول لي ان انا الرقم التاني خلاص خلصته دلوقتي جاهز اعمل الحسبه؟ لما ادوس على ايه؟ ما ادوس على ايه ولا لما ادوس على equal. اوكي، اذن إذن في عندي، لا، كده حرام، كده حرام بجد. هو إيه اللي بيحصل؟ ثانية واحدة، معلش يا شباب، عشان بس كده إيه، يعني مش هينفع، كل ما أعملها تروح مني. طيب، انا هعمل زرارين بس، سامحوني هعمل زرارين بس، وانتوا تبقوا فاهمين اللي انا بعمله، عشان بس انا مش هفضل اعمل كده كل شويه. واضح ان عندي حاجه في الكمبيوتر بتاعي، I will handle it later، بس دلوقتي سامحوني. دي هتبقى 9 ودي هتبقى 8، دول الرقمين بس اللي هحطهم، مش هحط ارقام تانية، معلش I'm sorry. وعندي هنا بلس، لا، عندي هنا بلس، وعندي هنا ماينس، وعندي هنا ايكوال تو. معلش يا شباب، اوكي، وعندي تكست بوكس، هسيبها تكست بوكس 1 دلوقتي عشان انا مش عايز حاجه تبوظ. بس انت شفت ازاي انا كنت غيرت اسمها قبل كده، سميتها ريزلت. اوكي، انا هعمل سيف دلوقتي، ربنا يستر، بس كده. طيب انا هعمل 9 و8 بس، بس انتوا عارفين انت هتكتبوا فانكشن كل الارقام اللي موجوده، وبلس وماينس والايكوال تو. طيب تعالى نرجع بقى للديزاين بتاع الفورم بتاعي. ده الفورم اللي موجود عندي، الفورم الموجود عندي ده انت بتعرف فيها الفاريبلز اللي انت هتحتاجها. احنا لسه كنا بنتكلم مع بعض على الفاريبلز، ايه هم الفاريبلز اللي عندي؟ ايه الحاجات اللي محتاج تخزنها في البرنامج ده؟ 3 حاجات. ايه ال3 حاجات اللي محتاج تخزنها في الكالكوليتر عشان اعمل عمليه الحسابيه بتاعتي؟ هل محتاج تخزن رقم؟
المفروض كام رقم؟ الرقم الأول وبعد كده الرقم الثاني وبعد كده الأوبريشن أو الأوبريشن قبل رقمين، الرقم. ممتاز ممتاز، انت مخزن رقمين. رقمين. تعال بقى نعرف انت نم 1 نم 2 عشان نخزن ارقام و string operation. اوكي، دي الحاجات اللي موجوده عندي، ده الفاريبلز الموجوده عندي. طيب يبقى دي اول حاجات هنعملها. طيب ايه تاني حاجه نعملها دلوقتي؟ احنا عايزين نعمله، احنا عايزين، انا كان عندي احساس ان هيحصل مشكله دلوقتي وانا ما كومبايل ده، معلش هنكمبايل بس نتاكد ان كل حاجه تمام عشان البرنامج ده عمل كراش معايا 3 مرات. اوكي ماشي، حلو، الانترفيس موجود. طيب هنبتدي دلوقتي نكتب الايفنت هاندلرز. This is where we will write our event handlers. ال event handlers بتاعتنا يا جماعه كانوا حاجتين او 3 حاجات. اول حاجه this is the handler for pressing on a number. طب لما تدوس على number ايه المفروض يحصل؟ ها؟ يعمل له display على التكست بوكس. برافو عليك، يعمل ديسبلاي على الـ على الـ على التكست بوكس. يعني ايه؟ ياخد يعني انت لو كنت، لو كان التكست بوكس مكتوب فيه 9 ودوست على 8 المفروض يحصل ايه؟ 8 تبان بعد التسعة، صح؟ طيب ممتاز، ايه ايه العمليه اللي بتخلي تكست يتحط ورا تكست تاني؟ عمليه ضم تكست، كونكاتينيشن. يبقى انا المفروض اعمله اكونكاتينيت التكست الموجود على الزرار اللي انا دوست عليه مع التكست الموجود في التكست بوكس، ده اللي انا عايز اعمله. انا هكتب الايفنت هاندلر دي بالشكل ده، يلا بينا. اهي برايفت void num press، ده عشان هيتنفذ لما تدوس على النمبر. اتفقنا مع بعض ايفنت هاندلر بياخد object event arguments باي اسم انت عايزه، وهننفذ الكلام اللي احنا عايزينه. طيب تعال نشوف الكلام اللي احنا عايزينه ده هيعمل. انا عايز اخد التكست الموجود في التكست بوكس. طيب التكست الموجود في التكست بوكس متخزن فين؟ في variable، والvariable ده اسمه text. انا هقول text box 1، طبعا انا كنت مسميها result بس لما حصل كراش سبتها text box 1 عشان ما حبيتش البروجرام بتاعي كراش تاني. دوت text. اوكي، هنا بقول له هات التكست، هات التكست اللي جوه مين؟ text box 1. هكونكاتينيت عليه. ازاي بنكونكاتينيت عليه في السي شارب؟ بنعمل عليه بلس. بقول له بلس يساوي هكونكاتينيت عليه التكست اللي موجود، ولا تعالى ما بلاش نعمل بروسيشن ما تتلخبطوش، تعالى نكتبها دلوقتي بلين فورم ونكتب الشورت كاتس بعدين. او باخد تكست بوكس 1 دوت تكست، ده التكست القديم، وهكونكاتينيت عليه التكست الموجود في الزرار اللي اتداس، الشيء اللي اتداس، يعني الشيء اللي حصل عليه الايفنت. من الكلام اللي كنت بقوله من بدايه المحاضره، ما هو هنا الفاريبل اللي بيمثل الحاجه اللي حصلت عليها الايفنت؟ اللي هو بتاعت الماي كليك، اللي هو بتاع الاوبجكت. برافو عليك، اللي هو الفيرب هنا اسمه اكس، شايفه؟ الفيرب اسمه اكس، فانا لازم اخد اكس واجيب منه التكست. انا عايز اجيب التكست اللي جوه اكس. تعال نوصلها لمرحله يعني سنه لفوق شويه. انا كنت قايل لك ان الاوبجكت ده البيرنت كلاس بتاع كل الكلاسز موجوده في سي شارب، صح؟ مش احنا قلنا كده؟ طيب فيري جود، هل كل الاوبجكتس الموجوده جوه سي شارب جواها فاريبل اسمه تكست؟ برايك بس. لا لا، اذا الفاريبل اللي اسمه تكست ده مش موجود في البيز كلاس، مش موجود في البيز كلاس مباشره، فما اقدرش اكتب اكس دوت تكست. لو كتبت اكس دوت تكست شايف هيقول لك ايه؟ تعالى اقول لك ايه؟ object does not contain a definition for text، عشان هي مش موجودة فيه، يعني مش موجودة في الأوبجكت. بس خلي بالك هي موجودة في الشايلد بتاعه، يعني الإكس أصلا جواها تكست. أنا وأنت عارف إن هي جواها تكست عشان هي تبقى باتن. طيب ده دي حتة البوليمورفيزم. طب إزاي كنت بجيب تكست من البيس كلاس لو ما كانتش موجودة فيها في البوليمورفيزم؟ لو أنت حطيت مثلا سلندر جوه سيركل وعايز تجيب الهايت كنت بتعملها إزاي؟ كنت بتقول إيه؟
اللي يقولها لي هدي له 10 درجات في التوالتس ومش هدخله الامتحان. يلا. احنا النهارده نايمين قوي يا جماعه عشان نص رمضان يعني، ولا ايه اللي حصل؟ مش فاهم. اللي يقول لي ايه؟ ها يوسف. هو انا يا دكتور كنت بحط اللي هي التو دوت ستات، بعد كده بكتب الحاجه اللي انا عايزها. يعني مثلا اوكي. في السلندر مثلا كنت بكتب السيركل التو دوتس، بعد كده اكتب مثلا سلندر ده عشان نعمل الانهيرتنس يوسف، صح؟ انا معاك. بالظبط. بس بعد ما نعمل الانهيرتنس خلاص، الانهيرتنس تم هنا. ودلوقتي اكس هي parent class اب، متخزن فيه child class ابن. اب اسمه object في كل الدنيا، بس في الانستنس دي، في الاكزامبل اللي انا بتكلم عليه، انا مخزن فيه button، مخزن فيه زرار، الزرار اللي اتداس عليه. وانا عايز من الزرار اللي اتداس عليه ده اجيب منه التكست المكتوب عليه اللي هو دوت تكست. بس اكس مباشره ما فيهاش دوت تكست عشان الاوبجكت عامه ما فيهاش تكست. فازاي كنت بقول للسي شارب اللي جوه اكس ده هو بطل؟ كنت بقولها له ازاي؟ طب ايه الفانكشنز اللي احنا خدناها في البوليمورفيزم؟ خدنا اثنين او اوبريتورز. ايه هم الاوبريتورز اللي خدناهم في البوليمورفيزم؟ اثنين. الابستراكت والفيرتشوال، لا اوبريتور. انا ماشي، صح يا دكتور؟ فيرتشوال وابستراكت انت ليك حق يا محمد، بس هي مش بتكلم على فيزيبيليتي او حاجه بتتكتب قبل الفانكشن، انا بتكلم على اوبريتور. حاجه بتنفذ حاجه على الفيربلز زي بلس والماينس. يعني كان في حاجتين، واحده بترجع بوليان وواحده بتعمل حاجه تانية. ايه هم الاوبريتورز اللي انا اديتهم لك؟ الزيس والاز يا دكتور. As والإز. As وإز. شكرا يا محمد، شكرا يا محمد. استخدم أي واحدة فيهم هنا محمد دلوقتي عشان أقول له أكتب As. أقول له As button dot text. بدون الـ As button دي مش هيعرف يجيب text زي ما احنا شفنا. ليه؟ عشان الـ parent class اللي هي object ما فيهاش text. أوكي؟ مفهوم يا جماعة ولا لأ؟ تمام يا دكتور. طيب فاضل لي ايه دلوقتي؟ خلاص الحته دي حلوه، قلت لكم ايه اللي انا قلته له. كل لما تدوس على نمبر او كل ما الفانكشن دي تتنادى، يعني كل ما الفانكشن دي تتنادى، هات التكست الموجود في التكست بوكس القديم، ضيف عليها التكست اللي على الزرار اللي لسه متداس، وحطه تاني في التكست بوكس. بس انا لسه ما ربطتش. لو ما لا اوكي، لو كانت باظت كنت اعيط وهسيب المحاضره وامشي يعني بصراحه يعني. اوكي طيب. كنت بقول ايه؟ طيب ايه اللي فاضل؟ اللي فاضل انا لسه ما ربطتش الفانكشن دي اللي انا كاتبها، ما ربطتش الفانكشن اسمها نم بريس بالزراير دي. دلوقتي انا هربطها بالزراير دي، هختار التو باتنز. شفت؟ عملت سيلكت كنترول عشان اختار الاثنين، وهاجي في البروبرتيز او الايفنتس يعني، شايف اللي هي ادوس على كليك بقى احددها من عليه. برافو. هاجي هنا اقول له لو سمحت انا عايزك تختار نم بريس. يلا نسيب ويندوز رن. طبعا انت كنت كده هتختار كل الارقام، انا حطيت 9 و8 بس عشان اللي كان بيحصل لي، لكن كل الارقام شايف 9 9 9 9 8 8 8 9 8 9 8 9. كل ما تدوس على الزرار بياخد اللي موجود هنا ويضيف عليه اللي انت لسه دايسه. مفهومه دي يا شباب؟ تمام. فيري جود. طيب ايه الايفنتس الثانيه اللي موجوده عندي؟ احنا لنا ثلاثه ايفنتس لو انتوا فاكرين. الايفنت الاولاني كنا بندوس على رقم اهو، اهو this is for this is the handler for pressing on a number. تعال نعمل ال handler for pressing on operation. This is a handler او the handler for pressing on an operation. تعال نشوف او private void up press operator object x event arguments y. اوكي ونبتدي نشوف هنعمل ايه هنا. طيب في رايكم ايه اللي يحصل لما ادوس على اوبريتور لو بلس والماينس؟ اعمل ايه؟ المفروض اعمل حاجتين. ايه هي؟ هسيب الرقم الاولاني، اخد الرقم الاولاني واخزنه عندي. برافو عليك. انا اقول نمبر 1
تساوي text box 1 dot text. حاجة هتطلع error هنا وانت هتقول لي ال error ده ليه؟ ال error ده جه ليه؟ عشان معرفين ان number 1 ان هو integer المفروض نعمل لها convert للstring. برافو عليك. ال number 1 ده integer وال text box 1 ده string، زي بالظبط اللي بيحصل في console.readline. لو فاكر console.readline كان بيدخل لي ايه منه؟ بيدخل له string. string برافو عليكم. فكنت لازم احوله لانتجر. ازاي كنا بنحوله انتجر في الكونسول؟ انتجر بارس. نفس الحاجه تكتبها لك، بس المره دي بدل ما تدي لها الحاجه اللي جايه من الريد لاين انت هتدي لها التكست الموجود في التكست بوكس. كده انت خزنت الرقم الاولاني بتاعك. الرقم الاولاني بتاعك اصبح متخزن في نم 1. طيب ايه الحاجة التانية اللي المفروض تعملها في الفانكشن او في الزرار بتاع لما تدوس على بلس؟ ايه المفروض تعملها؟ ممكن بقى استقبل الرقم التاني. هبتدي استقبل الرقم التاني. طب عشان ابتدي استقبل الرقم التاني لازم امسح الرقم الاولاني عشان لما ادوس الرقم التاني يبقى يتكتب على نظافة. طيب هعملها ازاي دي؟ اقول له text.1.clear. دي فانكشن بيلت ان جوه التكست بوكس هتصفره، هيبقى فاضي عشان يبتدي يستقبل الرقم الثاني. حاجه ثانيه كريتيكال احنا نسيناها، هيبقى تلات حاجات مش حاجتين. حاجه ثانيه كريتيكال بقى ايه هي؟ اهم حاجه يمكن من عندي هنا اسجل الاوبريشن نفسها. حبيبي اسجل الاوبريشن نفسها. اقول له اوبريشن تساوي الاوبريشن نفسها او العمليه نفسها جايه على ايه؟ موجوده على ايه؟ على حاجة دوستها ولا في التكست بوكس؟ على واحد من البوتن. واحد من البوتن. برافو عليك. على البوتن. فأنا لازم هنا أقول له مين بقى يمثل البوتن؟ إكس. بقول له إكس as button dot text لنفس السبب إن إكس لوحدها مش كافية. طيب عملت الأوبريشن بتاعتي، عملت الدنيا دي، لازم أجي أربطها بالبلس والماينس. فأنا هاجي أسلكت البلس والماينس، هدخل فيه هنا الكليك وأختار أهو up press. حلو اهو نعمل لها run. طبعا مش هعمل نفس اي عمليه دلوقتي، كل اللي هعمله ان انت هتشوف الارقام اهو 9 9 9 9 9 9 بلس خزنها وصفر. ليه؟ عشان لما تيجي تكتب ده الرقم الثاني بقى. اوكي ده الرقم الثاني، ده الرقم الثاني. اوكي طيب very good. فاضل لي اخر حاجه من الحاجات اللي موجوده عندي اللي هي الايكوال تو ساين. This is the اهلا وسهلا هو بطيء قوي. This is the handler of the equal to sign equal button. اوكي تعال نشوف ازاي ممكن نعملها. اوكي private. على فكرة مش لازم اكتب private، هو الديفولت بتاع private، بس انا اتعودت اعملها. equal press object x event arguments y. طبعا انا بس عايز الناس تبقى فاهمة ان انا مش لازم اسميهم equal press go press، كنت ممكن اسميهم كوكو واوا اي اسم. اسمهم ما بيربطهمش، اللي بيربطهم ان انا ما اطلع للانترفيس واقول الزرار ده تبع الفانكشن ده، لكن اسميهم كده ما بتربطهمش بحاجة. طيب كويس قوي، قولوا لي بقى ايه المفروض اعمله لما ادوس ايكو. المفروض بقى يطبع بقى الرقمين الاجابه بتاعتهم قبل ما يعمل، هو في الاخر هيطبع الاجابه، بس انا دلوقتي عندي ايه لما ادوس ايكو؟ ايه المتخزن في البرنامج؟ حاجتين، ايه هم؟ عندي رقم واحد والاوبريشن. برافو عليك، عندي رقم واحد والاوبريشن. انت زي الفل. طيب يبقى اول حاجه اعملها قبل ما انفذ اوبريشن اعمل ايه؟ اجيب ايه؟ رقم التاني. رقم اللي اجيب الرقم التاني. رقم التاني بقول له num2 تساوي int the parse text box 1.text. جبت الرقم التاني. اوكي دلوقتي عندي الرقمين، ابتدي اشوف اعمل if statement اتشيك ايه هي العمليه الحسابيه بلس ولا ماينس. You can do a simple if أو ممكن نتفلسف شوية وتعالى نعمل switch.
انا اقول له switch. لو انت فاكر switch is just a fancy if يعني operation. اوكي case plus يبقى text box 1 dot text هتساوي number 1 plus number 2 break. اوكي ايه اللي ناقص هنا؟ او ايه الغلطه اللي موجوده عندي هنا؟ ها؟ تقريبا برضه الكونفرجن. برافو عليك. دول نمبرز سترينج، ده اللي انت قلتها صح؟ ايوه بيرفكت. فانا لازم احولها لسترينج. هوريك طريقتين لتحويلها لسترينج. الطريقه الاولى بجيب الرقم بتاعي وكونكاتينيت عليه سترينج فاضي احوله لسترينج، دي الطريقه الاولى. وهوريك الطريقه الثانيه في الماينس عشان تبقى عارف الطريقتين، اعمل اللي انت عاجبك مش فارقه معايا. ماينس اوكي text box 1 dot text يساوي، انا عايز اخلص بسرعه عشان المحاضره بتاعتنا قربت تخلص اهو، num1 minus num2. دي الطريقه الثانيه، بدل ما احط plus هكتب هنا two string. دي function built in موجوده في كل ال variables في العالم، تحولها لك to string. طبعا في الاخر لازم نكتب break. اوكي يبقى دي الحاجتين اللي موجود عندي. يبقى لو كانت بلس ضيفهم حطهم في التكست بوكس، لو كانت ماينس اعمل ماينس حطهم في التكست بوكس. نرن بسرعه واقفل المحاضره على كده عشان تفوت ليكم 5 دقايق بريك بين المحاضرات اللي انا عارفه. اهو 9 ناقص 8 ايكوال، انا ما ربطتهاش بالايكوال لسه. لا ما ربطتهاش. المفروض اجي هنا للايكوال ان هي بريزنت يعني؟ الايفنت قصدي الدكتور ان هي الايفنت ادوس عليها تتلك كليك توصل عليها بالظبط. بس هو يشتغل ربنا يديه الصحه كده. بس يلا عم يلا حبيبي يلا حبيبي معلش يا شباب. لا يهم حضرتك خليكم عشان النهارده بس انا بعمل ويندوز ابلكيشن، فطلعت الجهاز اللي عليه ويندوز بتاعي اللي سنه 10 سنين ف مش عايز يجي. طيب تعالى نعمل كليك. هلا اشوف اذا كنت ممكن اربطها من هنا واخلص. بس انا مش عارف رقمها، كنت ممكن اربطها بس انا مش عارف رقمها. كل اللي انا كنت اعمله كنت اقول this dot اسم البتن dot click plus now new system handler واكتب هنا اسم الحاجه، بس انا ناسي هي رقمها كام. اقول لك تعال نجيب رقمها كام ونخلص. هي دي اهي اهي اهي، هي دي البطن الوحيده اللي ما فيهاش الحته دي. اوكي اهو، المفروض دي تعمل اوتوماتيك بس انا عشان بس الجهاز هنك فانا هكتبها بايدي اهو. هتبقى button 4. دي انت المفروض تعملها من الانترفيس يا شباب. انا بعمل كده بس عشان الانترفيس بتاعي هنك for some reason. ودي كانت اسمها equal press لو انا فاكر. اوكي. اهي run. دي بتعملها من الجرافيكال يوزر انترفيس، فاهمين يا جماعه؟ تمام. 9 minus 8 تساوي 1. اوكي. ممكن تعمل plus 9 هتساوي 10 وهكذا. So you can do that. اوكي انا عملتها هنا بايديا بس عشان ده ما كانش شغال، لكن هو المفروض تعملها من الديزاينر عشان انت ممكن تعمل غلطه هنا تبوظ الدنيا. انت لو لعبت هنا وعملت غلطه الدنيا هتبوظ خالص. اوكي.
ايه، لكن كل اللي احنا عملناه ضفنا على الباتن 4 ده الايفنت اللي هو بتاع الايكوال، يعني الايفنت هاندلر بتاع ايكوال بريس. ماشي يا شباب؟ ماشي طيب هقفل على كده عشان خلاص انت كده ونص تقريبا، واشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. شكرا يا جماعه. تمام يا دكتور. تمام. دكتور ايوه يا باشا. ينفع حضرتك تبعت المحاضرات اللي فاتت؟ بس انت حضرتك وقفت لغاية ليكشر 5 الكود بتاعها انا اسف جدا، ده هظبطها الأولاني مع حضرتك. هظبطها وابعتها لكم، هظبطها وابعتها لكم. اوكي، شكرا يا جماعه. شكرا حضرتك يا دكتور. ميرسي ميرسي. مع السلامه.